أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم.